في مقال لديفانس اكسبريس الأوكرانية وتحت عنوان ذخائر 80 ملم القادمة من إيران تضيء في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية المستخدمة لهذه الذخائر لدى قناصة النخبة وعلى مروحية المي 17 أفغان. ليست هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها الأسلحة الإيرانية بيد القوات المسلحة الأوكرانية. في السنة الماضية إحدى الفيديوهات تظهر الدي 30 التي تقصف بصواريخ متفجرة من 122 ملم أوف 462 والقادمة من إيران نحو روسيا وتم اعتراضها. إحدى الفرضيات الأكثر وروداً أن هذه الأسلحة هربت إلى أوكرانيا وهي من الأسلحة التي اعترضها الأمريكيون بكل تأكيد. وحالياً لدينا سلاح آخر نشره موقع Weapons Tracker ويتعلق الأمر بالآس 80F من 80 ملم، إنها أقرب إلى الصواريخ، ذخائر صاروخية معروفة باسم فداك 2. وهذه الذخائر الصاروخية تعمل على المروحيات المي 17V5 وقد نقلت إلى أوكرانيا عبر الولايات المتحدة الأمريكية في إطار المساعدة التي توجهها واشنطن نحو كييف، وهي طازجة مصنعة في 2022. وبالنسبة لتي تي إكس في نسخة فداك 2 فإن هذه الذخائر ب 11.4 كيلوغرام، منها 3.8 موجهة للرأس، 3.8 كيلوغرام للرأس الصاروخي بمدى يصل إلى 4000 متر، بين 1300 متر وإلى 4000 متر 4 كيلومترات، وموجهة لقصف المدرعات خصوصا المدرعات الخفيفة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. تكاد اليوم أوكرانيا تحتفي وهي تؤكد أن السلاح الإيراني من أخطر أنواع السلاح أداء في الميدان. الأمر لا يتعلق هنا ببهرجة يؤكدها الأوكراني الذي يمتدح بشكل أكبر السلاح الغربي حتى يأخذه من أصحابه، لكن عندما يأتي مباشرة ويقول إن السلاح الإيراني يضيء والترجمة الحرفية كأنه يحتفل مع الأوكران بتحقيق انتصارات باهرة خصوصا أمام الضربات الموجهة نحو المدرعات، المدرعات والمدرعات الخفيفة يسحقها سحقا. إذا فداك 2 على وجه دقيق له تأثير عال للغاية. إذا أمامنا هذا الاحتفاء والقول بالترجمة الحرفية الأسلحة الإيرانية تضيء في يد النخبة، فهي لا تسلم، الأسلحة الإيرانية لا تسلم لسائر الجيش الأوكراني، خصيصة لسلاح النخبة. وأساسا بالنسبة للثمانين ملمتر هذه توجه للمي 17 على وجه دقيق أفغان. هذا النوع من المروحيات هو الذي يسهر على إتمام هذه المهمة، إذن مهمة مركزة على وجه دقيق باتجاه المزيد من الاحتفائية والاحتفالية التي ظهرت في أوكرانيا لسلاح النخبة. سلاح النخبة الآن هو سلاح إيراني، وسلاح القناصة سلاح إيراني، وأيضا بالنسبة للتعاطي بال 122 ملم وإلى حدود 80 ملم هذه الأشبه بالصواريخ هي صواريخ برؤوس، لكن كما تقول الجريدة فإن هذه أشبه أقرب إلى الصواريخ بالحرف بالتعبير الأوكراني. مهم جدا هنا أن نؤكد على أمرين اثنين: الحرص الأوكراني على أن تكون هذه الشحنات الموجهة نحو روسيا، هنا لا يتحدث عن الحوثي ويجب التأكيد على هذه المسألة، معنى ذلك أن هناك صيغ في نقل الذخائر. إذن الذخائر التي يحاول الآن الأمريكي اصطيادها في كل مكان ومحاولة حصارها تحت أي ظرف وبالأقمار الصناعية التي له، كل هذا من أجل مصادرة الذخائر، لأن هناك أزمة ذخائر معلومة ومعلنة
لدى الجانب الغربي هو ما يسميه مدفديف بالغرب الجماعي، إذ لاحظنا أن أزمة الذخائر هذه يحاول جهد الإمكان اليوم السطو عليها. أمريكا تسطو على الذخائر الإيرانية في أي اتجاه، في أي اتجاه كانت، فهي ترصد أي سلاح إيراني، لأن سلاح النخبة والأداء هو سلاح إيراني ببساطة شديدة. قد لا يستطيع الجمهور العربي استيعاب هذا التطور ومثل هذه الكتابة، لأن الكتابة الصحفية عموما في ديفنس إكسبرس من أدق ما يكتب بحرفية عالية، لكن مع هذا المقال على وجه دقيق وأمام دائما بين قوسين من أجل عدم إعطاء هذا فعلا البعد الأدبي ويخرجوه عن السياق العسكري. إن مسألة إضاءة وأيضا سلاح النخبة وغيرها، كل هذه التفاصيل واردة في المقال، المقال أمامكم بالنسبة لترجمته هي هذه تقريبا. لذلك فإن من المهم للغاية أن نؤكد على مسألتين: أن هناك سلاح إيراني مصنع موجه إلى روسيا من الذخائر على وجه دقيق. إذن تحولت إيران إلى جزء من المنظومة الحربية التي يؤكد الأوكران أن هذا السلاح موجه إلى روسيا وليس إلى منطقة أخرى كحالة مثلا الحوثي أو باتجاه حزب الله أو غيرها. إذن أمامنا هذه النقطة. النقطة الثانية أن هذا السلاح سلاح نخبوي لسبب واحد، لأنه أتى بطلب ومواصفات من روسيا، بمعنى أن الحاجة الروسية إلى مثل هذا السلاح هو الذي دفع إلى التصنيع على مواصفات هذا السلاح. يعني أن سقوط هذا السلاح في يد أوكرانيا عوض أن تكون هذه الأسلحة في يد روسيا، هذا بمثابة بشارة حقا، لأن ما هو مطلوب من الساحر ومن تقييم الروس يسقط في يد الأوكران، وهذا قد يعتبر بشارة حقا. لذلك في الترجمة فضلت أن أقول تضيء أو غيرها، عوض أن يكون هناك الاصطلاح المسيحي في المسألة باسم البشارة، لأن في هذه الحالة فالسلاح الموجه إلى روسيا وحسب متطلبات روسيا يكون لدى أوكرانيا. إذن هذا هو السياق. السياق الثاني الذي يحمله هذا النوع من السلاح بين 80 ملم و 120 ملم أنه قادر على أداء استثنائي، وهذا الذي يكتشف من خلال المروحيات، خصوصا أن السلاح الإيراني الآن هو الذي يحسم أمورا كثيرة الآن في بخمت. تصمد القوات الأوكرانية ليس بفضل السلاح الأمريكي ولا البولوني ولا كل تكنولوجيا الألمان، يكفي على أن الأسلوب الذي تواجه به الآن القوات الأوكرانية في ضواحي بخمت عبر السلاح الإيراني. والسلاح الإيراني اليوم فيه اعتزاز كبير جدا بفدك اثنين وبالقصف الذي تواجهه المروحيات المي 17، لأن المي 17 اليوم بهذه الذخائر الإيرانية فدك 2 زائد المروحيات تماما أعلى مستوى أداء على الإطلاق في معركة بخمت. هذا هو الذي يؤكد عليه الأوكراني الآن، ويعتبر هذا بمثابة دعاية شديدة للسلاح الإيراني وللمي 17 من جهة، وهذا يعزز مقولة أن السلاح في الشرق أقوى بكثير مما هو في الغرب على صعيد الدبابات والذخائر وغيرها. التطويرات التي حدثت في الشرق أيا كانت روسية صينية إيرانية دائما هي الأقوى إلى حدود هذه اللحظة وعلى الجانبين، إذ أن الأمر اليوم مبحوث عنه تحت أي ظرف، بل هناك سرقات، أنا أؤكد اليوم نبأ خطيرا للغاية، هناك محاولة سرقات إسرائيلية لهذه الذخائر وبقوات خاصة من قلب المستودعات الإيرانية، وهذا الذي صدم الجميع، إذ هناك اليوم ليس تدمير هذه الشحنات أو تدمير المستودعات بل سرقتها، وهذا الذي يمكن تأكيده الآن، إذ
تغيرت جميع الخطط من التفجير إلى السرقات، وهذا الذي يفيد بشكل كبير جدا الأمريكيين رغم رفض إسرائيل لمثل هذا التوجه المعاكس الذي ترى فيه أن إمكانية تدمير إيران يبدأ من عدم إعطائها هذه الهالة لأسلحتها، لأن إيران اليوم بهذه الأسلحة وبتجريبها على الأرض من شاهد 136 على الجانب الروسي وإلى فداك 2 على جانب أوكرانيا، الكل هنا يحاول أن يعطي لهذا السلاح دون رفض إيران لاستخدام مثل هذا السلاح المقرصن والمسروق. ورغم ذلك فهي سكتت، وسكت أيضا زيلينسكي عن أي عقوبات تجاه إيران، واعتبر الوضع كأن إيران اليوم صامتة على استخدام سلاحها من طرفي الصراع. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.